سأكون في القاهرة الأحد القادم صباحاً شنقول. كل شيء جاهز، كل شيء جاهز في انتظارك زعيم عظيم. هل تم تركيب جاكوزي في جناح الخاص؟ نعم، وقد جربته بنفسي، وقد أحضرت لك شاور جيل بكيوي كما تحب عظماتكم، وأحضرت لك بعض الفواكه، كانتالوب، شمام، بطيخ، تين شوكي. أعرف حضراتكم تحب هذه الأنواع من الفواكه. لماح زكي شانجو، ركز فيما أقول. أريد أن أفطر فول طعمية بتنجان. هذا كان فطاري أيام ما كنت سفير في القاهرة. قد اشتقت إليه، اشتقت إليه كثيرا. أعلم كل هذا زعيم عظيم، أعلم كل هذا. Thank you. أراك في القاهرة شانجو. شانجو لا تنسى الزيارة سرية، لا صحافة لا إعلام. أعلم ذلك جناب عظيم، أعلم ذلك. تيبو. نعم جناب سفير. هل أحضرت كل شيء؟ لا أريد أخطاء. لا تقلق سفير، كل شيء جاهز. بعد ذلك تذهب إلى شبراوي. من شبراوي؟ مطعم شبراوي. إذا لم تجد شبراوي فهناك جاد. أريد جميع أنواع الطعمية، طعمية سادة، طعمية بالشطة، جميع أنواع الفول، فول سادة، فول بالزيت الحار، فول بالطشة، فول اسكندراني. حاضر جناب سفير، حاضر. إذا بأنت أتيو. ساندو مابوك، 27 عام. قرار المحكمة براءة لعدم كفاية الأدلة. قرار رئيس الجمهورية إعدام. شانغ إيباك، 31 عام. قرار المحكمة غير مذنب. قرار رئيس الجمهورية والزعيم إعدام. تبدو طيبا جدا. إعدام لعدم كفاية الأدلة. زعيم عظيم، ماذا؟ السيدة سوما في الخارج وتريد الدخول. سوما دعها تدخل.